حرفيا يا ابو جود، حرفيا دفاع نادي الفيحاء افضل دفاع من الناحيه التنظيميه اللي قدمها اليوم يدرس. ولا غلطه، شوف، ولا هجمه للهلال. كثر الهجمات والاستحواذ اللي قدمه الهلال اليوم، يعني ما فيه كوره مرت من عند دفاع الفيحاء او سبب غلطه كان ممكن يجي منها هدف. الهلال اليوم لعب مباراة واستحوذ وضيع، ولكن زي ما قال أبو فيصل كلامه جدا حقيقة جميل. شوف الهجمة اللي جمعنا الهدف، اثنين اللي فيكتور روبيز وبالينو ضد 5 لاعبين من الهلال، ما عمرنا شفنا الهلال يسجل فيه بالطريقة هذه. وزي ما قال أبو فيصل يجب التغيير الآن، تغيير. وأنا بالنسبة لي أنا أشوف أن الوضع، يعني الهلال طبيعي ان المرحله اللي قاعد يمر فيها هذه طبيعي، الارهاق والتعب اللي حاصل. يعني في لاعبين هذا مثل سالم الدوسري زي ما قلت انت ما قدم مستوى جيد، حاجه طبيعيه. لكن اللي مو طبيعي انك يا سالم تزعل اذا غيرك المدرب، انك يا سالم مثلا ما تبي ترتاح. وجهه نظري انا مريت بالمرحله هذه بعد مباريات كثيره مع نادي الاتحاد، اقدر اركض، اقدر العب، اقدر احاول، لكن عقلي ذهنيا في اخر الوقت اللمسه الاخيره الحاجه ذي تلاقيني ضايع. ها؟ اقول بعد ما زعل ما عاد غيره. اي فاقول بعد ما زعل ما عاد غيره، صح. من ناحيه التركيز خلاص، يعني فشيء طبيعي اللي يمر فيه الهلال، هبوط مستوى اللاعبين. انا وجهه نظري يعني المدرب يعني خلاص مرحلته انتهت مع نادي الهلال. دياز انتهت؟ انا بالنسبه لي مرحلة انتهت مع الدوري.